الكبيرة الثمنة الثلة المتسمع على الناس بما ما يسرونه، يعني الإنسان تيتكلموا بالسر وهو تيسمع لهم باش يسمع اش تيقولوا، يسرق لهم الكلام. ولعلها ليست بكبيرة، يقول الشيخ الذهبي، قال الله تعالى ولا تجسسوا. على كل حال منهي عنها. التجسس هو أن تتبع عورة الناس وتتسمع أقوالهم وأخبارهم وتبحث عن أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة. اللي كيسمع بأذنيه للناس وما بغاوش يسمع ليهم يسمعوا ما يبغاوش يسمع ليهم وهو يسرق منهم السمع، يتصب له النحاس المذاب يوم الرصاص المذاب يوم القيامة في أذنيه تسد له. ومن صور صورة عذب بها وكلف أن ينفخ فيها الروح، هذا قناة التوحيد. وليس بنافخ، يتعذب حتى ينفخ الروح والروح ما غاديش ينفخه، إذا العقاب مستمر إلى ما شاء الله. رواه البخاري الآنوك الرصاص المذاب، وشوف غير المسخون كيف داير وعاشق الرصاص المذاب. إذا معنى النتيجة أن الإنسان يبدأ يسمع الجيران دياله ولا يسمع ولا يتحسس ولا يبدأ يتتبع الناس باش يسمع اش تيقولوا، هذا حرام ما يجوز، من الكبائر ومن تفتيش على عيوب الناس وأسرار الناس.